للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بكم أستاذ شاهو إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك تباين كبير بين نتائج العد والفرز اليدوي وبين العد الإلكتروني. حزب طالباني فقد 3000 صوت في يوم واحد في اليوم الثالث للعد والفرز اليدوي. إلى أي مدى برأيك يعكس ذلك حجم التزوير الذي تعرضت له الانتخابات؟ تحياتي لكم. بداية بالفعل هناك تباين كبير بين العدل والفرز اليدوي والإلكتروني، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على محافظة كركوك، فالأطراف المعارضة في إقليم كردستان على سبيل المثال تتهم الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بالقيام بارتكاب عمليات تزوير كبيرة، مما أدى إلى تراجع أصوات الأحزاب المعارضة، بالرغم أنه كان هناك سخط شعبي وكان هناك أحداث 16 من أكتوبر وكان الجميع يتوقع أن يتم معاقبة هذين الحزبين، إلا أنهما سيطرا على المرتبة الأولى والثانية، وبالتالي هناك شكوك في الانتخابات أو العد والفرز الإلكتروني. الآن بالعد والفرز اليدوي هناك تباين، يظهر الفروقات الكبيرة، ولكن هذا الأمر أيضا ليس لا يمكن التعويل عليه لإظهار النتائج الحقيقية. مسؤول كبير في حركة التغيير يقول أن الأطراف الذين زوروا في كركوك وباقي المناطق عملوا كل الاحتياطات لأن لا ينكشف تزويرهم، سواء عن طريق التعاون مع القضاة أو الموظفون المنتدبون للعمل الآن في المفوضية. وإذا رأينا أو ركزنا في الإجراءات التي تقوم بها المفوضية الآن في الإجراءات، نرى أن هناك سرية وأنه لا يمكن أن يعلنوا النتائج الحقيقية إلا بعد المساومات التي سيحصل مع القوى التي لديها السلاح. فبالأخير النتائج الحقيقية لا تظهر إلا بعد اتفاقيات بين هذه الأحزاب التي تمتلك السلاح وزورت الانتخابات، وبعدها سوف يعلنون. نعم أستاذ شاهو، اللافت أن هذا الحجم من التزوير حصل في ظل مقاطعة تخطت 80%، كيف تصف مثل هذه الانتخابات؟ بلا شك أن المقاطعة كانت كبيرة، وقرر المواطن العراقي هذه المرة بعد الانتخابات السابقة التي رأى أنه لا يوجد تغيير فعلي للواقع العراقي من الانتخابات، فالانتخابات لا تغير وهي إعادة تدوير الوجوه، وبالتالي تم مقاطعة الانتخابات وكان واضحا، ولكن هم استفادوا من هذه المقاطعة، استغلوها لتعبئة الأصوات الفارغة واستغلال هذا الأمر لصالحهم. ولكن من الممكن أن نعتقد أن المقاطعين، أبرز المقاطعين، كانوا المعارضين على العملية السياسية على ما يجري، ولكن أتباع هذه الأحزاب التي تحكم والأطراف التي يتم تمويلهم هم استغلوا العمل في التزوير واستخدام عناصرهم للتزوير، وهذا ما أثبتته أغلب الجهات المراقبة للانتخابات والمحايدة، أثبتت هذا الشيء وأثبتت أن التزوير كان بشكل علني، حتى خارج العراق تم التزوير، فكيف بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات المسلحة؟ أستاذ شاهو، يعني حزب طالباني هدد بتحريك الجماهير في حال التلاعب بنتائج الانتخابات أو نتائج العد والفرز اليدوي، ما الذي يعني ذلك؟ الآن وضع كركوك حساس جدا، الآن هناك عودة لنشاطات داعش في أطراف كركوك، وبالتالي أي اضطراب أمني داخل كركوك يعني عودة داعش وتكرار السيناريو الذي حصل في 2014. جماعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لديهم قوة في كركوك، يستطيعون تحريك الشارع، ولكن بالمقابل العرب والتركمان أيضا يستطيعون تحريك الشارع، فلا يمكن أن نتفادى أي تصادم خلال إعلان عن النتائج الحقيقية، لأن المتوقع أن يذهب مقعد من الاتحاد الوطني إلى التركمان، وبلا شك أن الاتحاد الوطني قد لا يقبل بهذا الأمر، لا يقبل بأن يؤخذ منه مقعد، وبالتالي من المتوقع أن يحدث اصطدامات، وخاصة في ظل ضعف الحكومة العراقية على تنظيم الأمور وتدبير الشؤون، وأصبح الأمر للميليشيات المسلحة والأحزاب هي التي تسيطر، وبالتالي التوقعات كثيرة بحدوث تصادمات مسلحة بين الأطراف مستقبلا في كركوك بسبب نتائج الانتخابات. وصلت الفكرة الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.